رجع الفنان اللبناني فاضل شاكر ويتصدر الأخبار المثيرة للجدل بسبب تدوينة ديالو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واللي رجعت الملاحقة ديالو القضائية إلى الواجهة من جديد. وكان كسب فضل شاكر في تغريدة مثيرة للجدل عبر تويتر واللي جا فيها: بكرة بصير 18 عيد وأنا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل أتوام ضدي ملفقة وتحدى الدولة، إذا علي أي دليل بس بدي أقول حسبي الله ونعم الوكيل. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدة ديال شاكر، وانقسمت تعليقة بين من وافق على كلامه ودعمه في مطالباته ومن عارضة وشن هجوم قاسي عليها متهمين إياه بالإساءة إلى لبنان والجيش وأن هناك أدلة وتسجيلات فيديو توثق الجرم. وكانت المحكمة العسكرية في لبنان صدرت الحكم على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب على خلفية دعم مجموعة متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني. من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر أخيرا أحدث أغاني بعنوان العزيز وأبعد خلاص، وهما من توزيع علي أباضة وضمن أغاني الميني ألبوم الجديد اللي طرحوا أخيرا على فترات متقطعة.